أفتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مهرجان الموسيقى العربية في نسخته 28، والذي كرم هذا العام عدد كبير من الشخصيات التي أثرت الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي. وجاء على رأس التكريمات الملك المصري محمد منير، الذي افتتح أولى ليالي المهرجان بحفل استمر قرابة الساعتين، وامتلأ المسرح الكبير بدار الأوبرا عن آخره ترحيبا بالملك الأسطوري محمد منير. في باقة ومجموعة عظيمة من المكرمين السنة دي معانا في أكتر من تخصص وأكتر من مجال، وطبعا على رأسهم أستاذنا الأستاذ فاروق جويدة وفناننا الكبير محمد منير. كلنا سعداء بهذا التكريم، بكونه فنان مصري أصيل. الحقيقة مشواره كان طويل وغني وسري، صديق لينا كلنا، سعداء بوجوده وربنا يديله الصحة. يشارك في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الجديدة 92 مطرب ومطربة وعازف، و37 حفلا موسيقيا وغنائيا، و22 فرقة موسيقية، وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، وتشارك 7 دول عربية في الفعاليات، ويقام على 6 مسارح في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.